بص يا احمد، هو النادي الاهلي في رايي ان فايلر اجاد قراءه المباراه فيما قبل المباراه، بمعنى ان نادي الهلال، حتى كنت بتكلم معاك يا احمد، كنت منزل تحليل ليه امبارح، ففوجئت بجمهور الهلال السوداني بهجمه عنيفه جدا لرفضهم اي تقليل من نادي الهلال. وطبعا احنا النادي الهلال فريق محترم، ولكن هم متحمسين جدا ومصممين هنكسبكم ذكريات 2007. خليني اقول لك حاجه بقى شهاده حق، يعني انت امبارح في تحليلك على الفيسبوك توقعت ان في المدافع بويا هيعمل ركله جزاء، عبد اللطيف بويا هيعمل ركله جزاء لصالح النادي الاهلي، والنهارده تحققت. انا بالنسبه لي توقعت حاجه ما حصلتش. قفشه كانت قفشه فرقت على لحظه بسيطه. كان عبد اللطيف بويا مدافع الهلال عنده اخطاء، حتى شفنا قدام اهلي عطبره كان عنده خطا في التمركز، دايما بيجي اما الاخطاء دي بتنتج عنها تسجيل اهداف او مخالفات بضربات جزاء بتحسب عليه، وهو اللي حصل النهارده بالظبط. حتى الحارس بتاع الهلال كان عنده برضو بعض الأخطاء، حتى في مباراة بلاتينيوم كان هو المتسبب في الهدف، والمدرب صلاح آدم كان وجه له نوع من أنواع اللوم والتعنيف، والنهاردة برضو في الهدف الأول بس في أنباء عن إقالة المدرب الهلال، ما أعرفش في أنباء عن إقالة مدرب الهلال، ولكن المباراة في مجملها كان فيها أخطاء من الهلال وكان فيها تفوق من الأهلي، بمعنى أن الهلال بيتميز، مش بيتميز، بالعكس هو في سلبية مميزة بالنسبة للنادي الأهلي واضحة، يعني فكرة ضعف فكرة الاستحواذ يا أحمد.